السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نرمم الضفيرة بتاعت الموتوسيكل، ضفيرة الكهرباء بالشكل ده، هو بدل ما نغيرها. طبعا دي الضفيرة اللي معانا فيها شوية حاجات كده مقطعين، ولكن الضفيرة نفسها سليمة. هنرممهم مع بعض. عندنا هنا فيشة الكونتاك تعبانة بالشكل ده هو زي ما احنا شايفين، وعندنا السلوك بتوع موبينة التكرير، ده سلك الكهرباء مقطوع بالوضع ده، وسلك الارض برضو مقطوع من قلب الضفيرة مش موجود خالص. تمام، نيجي هنا ورا. طبعا ده سلك العمود، عندنا هنا سلكين بتوع النور الصغير متوصلين بالشكل ده زي ما انت شايف كده. وهنا ده منظر الضفيرة زي ما هي جاية، سلوك المرش مقطوع السلك الارضي متوصل مباشر مع جسم البطارية بالشكل ده هو. تمام، ولكن باقي الضفيرة معانا نوعا ما سليمة. ففي الفيديو ده ان شاء الله هنبدأ نرممها مع بعض، وهنمشي خطوة بخطوة ونشوف هنعمل ايه فيه. هنبدأ كده مع بعض، واول حاجة هنعملها هنبدأ نفتح الضفيرة هنا بالكتر بالشكل ده هو. تمام، هنبدأ نفتحها لحد الطرف الارضي المقطوع معانا بتاع موبينة التكرير. بالشكل ده عندنا هنا برضو في سلك مقطوع بتاع البطالة اهو. كده بالشكل ده لحد الطرف الاخضر الارضي. وهنبدأ نسحب السلوك كده بالشكل ده هو. تمام، هنيجي بقى نمسك من قدام هنا، نبدأ من هنا من قدام. عندنا اول حاجة الفيشة والكابل الارضي او كابلات الارضي. طبعا كابلات الارضي بتبقى كلها مجمعة في طرف واحد اللي هو هنا ده، بيبقى كابل ارضي جاي من ورا ومجمع مجموعة الارضي دي اللي موصلة لكل طرف في الضفيرة محتاج ارضي. تمام كده بالشكل ده هو. هنفك البلاستر القديم، هنشيل كل العقد ده هو خالص، وهنا هنشيل الفيشة دي خالص برضو وهنوصلها من جديد. تمام، هنبدأ نشيل الفيشة دي خالص، دي فيشة الكونتاك طبعا معمول فيها كباري كتير، فاحنا هنبدأ نشيلها خالص بالشكل ده هو. تمام، هنبدأ بعد كده نفرغ ونطلع الكلبسات دي عشان نجيب كلبسات جديدة بسلك جديد. كلبسات عادية طبعا، احنا بندوس هنضغط على القفل ده هو، القفل ده بيبقى مفتوح فاحنا بندوس عليه بننزله لجوه، فبالتالي بتطلع معانا الكلبس. نجيب معانا اربع كلبسات جداد بالشكل ده هو ماشي، وهنجيب اربع قطع سلوك بنفس الالوان. لو موجود نفس الالوان يبقى احسن عشان اللي اشتغل بعد كده يبقى عارف الدنيا، لو مفيش ممكن تعملها باي سلك بس تعرف التقسيمة. الاحمر والاسود بخط اسود، الاسود بخط ابيض بتاع البطال، والاسود ساده، والاخضر بخط احمر ده عشان هنستعمله كارضي. تمام، هنبدا نركب الاربع كلبسات دول في الاربع سلوك دول ونجمعهم في الفيشه دي تاني. بعد ما جمعنا ركبنا الاربع كلبسات بالشكل ده هو، هنبدا نجمعهم في الفيشه ولكن بالترتيب مع فيشه الكونتاك. عندي كده فيشه الكونتاك اهي، هبدا اجمع عليها هاجي زي كده. عندي هنا تحت على اليمين طرف
البطال وهركبه هنا، اخلي القفل اللي في الكلبسة ناحية تحت كده اهو تمام. بعديه جنبيه على طول عندي الطرف الاخضر، الارض سادة، فوق منه عند الطرف الاحمر جنب البطارية تمام، وبعديه الطرف الاسود اللي بيرجع من الكونتاك تمام. كده احنا جمعنا نفس الالوان مع نفس التقسيمه بتاعت الكونتاك بالوضع ده هو. هنيجي هنا على الضفيره بالشكل ده وهنبدا نجمع. ناخد بس المقاس، نظبط السلك مع بعض كده ونبدا هنجمع مع بعض. عندنا الطرف الاول اهو، طرف البطال هيركب مع سلك البطال اللي رايح لورا. بعد كده عند الطرف الاسود ساده اللي هو الكهرباء اللي راجع من الكونتاك، نركبه هنا على الاسود ساده كده بالشكل ده. بعد كده عند الطرف الاخضر ساده تمام بتاع الكونتاك، هركبه مع تجميعة الأرض هنا اهو. هنا هو كده هركبه مع الأرض. اتأكد بس أهم حاجة ان انا لافف السلوك كويس خالص. بعد كده اتبقى معايا الطرف الاحمر الرئيسي اللي بيكون جاي من البطارية. هاجي هنا على الطرف اللي جاي من البطارية وهبدأ اخد المقاس بتاعه وهركب. بالشكل ده كده هبدا اقفله كده. يبقى انا قفلت الفيشه بتاعه الكونتاك تمام. اتبقى معانا ايه؟ طبعا احنا هنجمع البلاستر وهنبستر الكلام ده في الاخر بعد ما نجمع جميع السلوك. هنا عندنا في سلكه جايه من الكتله اليمين بتاعه البطال، في الكتله اليمين برضو مقطوعه، هنبدا ناخد لها وصله ونوصلها مع سلك البطال هنا ماشي. هي كده طايله معانا، فهنسلخها بالشكل ده وهنوصلها مع سلكة البطال هنا. يبقى كده سلكة البطال اللي بتكون جاية من الكتلة واللي بتكون جاية من الكونتاكت السودا بخط أبيض بتتصل، بيتوصلوا، بيتجمعوا في خط واحد كده تمام. كده ايه معانا تاني هنا؟ كده بالشكل ده هو احنا عملناه. هنرجع هنا ورا شوية على الكابل الارضي الرئيسي، هنجيب له كابل ارضي بالشكل ده هو، كابل ارضي بالشكل ده هو، هنشيل منه الطرف ده. طبعا الكابل ده جايب عروته من ضفيرة قديمة، وهبدأ ابصه هنا وابدأ اوصله. الكابل ده طبعا لو مش واصل البطارية عمرها ما هتشحن معاك ولا هتدور مرش، لازم يكون واصل في جسم الموتور او في جسم الشاسيه مع الموبين التكرير او في اي حته تاني كده. انا وصلت اهو معاه تمام. هاجي هنا على دي واركب لها برضو السلكه بتاعه الموبينه، هركب لها كلبسه جديده بالشكل ده هو كده، وهبدا اركب لها كلبسة جديدة بدل الكلبسة اللي كانت بايظة ومقطوعة. وطبعا الكلبسة دي لو محروقة او بايظة او واسعة عن مكانها بتخلي المكنة تقطع معاك قطيع جامد وانت ماشي، وانت واقف على السالانسيه وبتظهر جامد انت وماشي، تلاقي المكنة بتقطع جامد يعني. وبعد كده اركب لها
العطا بتاعها بالشكل ده اهو. تمام، بعد ما وصلنا كل السلوك اللي كانت مقطوعة بالشكل ده اهو، هبدأ اي سلك مع الراي زي كده، اي سلك مع الراي يكون بالشكل ده تمام هنا، او في الحاجات اللي احنا وصلناها كده قدام، هبدأ الف عليه بلاستر الاول قبل ما الف الضفيرة كلها، عشان ما اطولش عليكم هلفهم وبعد كده ارجع اكمل معاكم. كده لميت كل السلوك، بسترد اي سلك مع الراي داخل الضفيرة بالشكل ده هو اهو. كل السلوك لميناها، ما ينفعش تقول لا انا هبستر الضفيرة كلها بالكامل وتسيب اللي جوه مع الراي، لا لازم تبستر كل سلك من جوه مع الراي قبل ما تجمع الضفيرة الاول. بعد كده هاجي همسك الضفيرة كده من قدام هنا اهو، وهلمها كده على بعضيها تمام بالشكل ده، وهاجي عند بداية الخط الأرضي ده هنا كده أهو، بداية وصلة الخط الأرضي، بداية التجميع دي، وهبدأ أديها شريط بلاستر قبل ما أجمعها كلها مع بعض بالشكل ده أهو. تمام كده الضفيرة ظهرت معايا، كل فياشها مظبوطة. دي سلكة تنور صغير هنعملها برضو تمام كده بالشكل ده هو. نيجي هنا ورا طبعا دول الطرفين بتوع التلاكسات، هنلم برضو الضفيرة بالشكل ده هنا اهو، وندي شريط بلاستر نثبت بيه الضفيرة، نطلع بس اهم حاجة الطرفين توم وبنت التكرير من القصة دي. بالشكل ده هو تمام كده، تبقى معانا جسم الضفيرة. لو عندي سلك مكرونة هجيب سلك مكرونة وهلفه على الضفيرة وابدأ ابستره. تمام، لا مفيش معايا سلك مكرونة، ممكن اجيب السلك السوستة بتاع الكهرباء اللي بيستخدموه في الكهرباء وابدأ اركبه. هنا هنلاحظ في عندنا مشكلة بسيطة، استاك الاشارات ايه عندنا هنا شبه صغيرين شوية تمام بالشكل ده هو، السلوك بتوع الاشارات دي تمام، هنسحبهم كده لورا بالراحة بس ان احنا نظبط المسافة عشان السلك ما يكلكعش معانا بالشكل ده كده تمام. كده هو الشكل ده هو، السلك اتظبط معانا مكرونة بالشكل ده تمام، وهفتحه في النص وهبدأ أركبه على الضفيرة هنا، وهبدأ ألفها بلاستر وأجمعها مع بعض. هجمع القصة دي لأن مفيش عندي سلك سوستة خرطوم، هجمعهم كده وارجع اكمل معاكم عشان ما اطولش عليكم في وقت الفيديو. كده بعد ما لفيت الضفيرة بالشكل ده هو، وده بيجي منظرها تمام بالشكل ده. هاجي هنا على الكتلة دي، الكتلة بتاعت المرش، عند الكتلة بتاعت المرش دي جديدة، طبعا الكتلة القديمة دي كانت سايحة، عندي دي الكتلة القديمة ودي كتلة جديدة. الكتلة نفس الكتلة اللي راكبة في المكنة بالظبط ونفس الزراير، ولكن هنا معانا الفيشة مختلفة. الفيشة اللي هنا عندنا 6 طرف، والفيشة اللي في الكتلة الجديدة 9 طرف، ولكن نفس عدد السلوك. هعمل ايه؟ هبدأ افك السلوك كلها من الكتلة دي، هطلع الكلبسات دي واطلع الكلبسات برضو من الكتلة دي، وهنقل دي مكان دي. كده انا طلعت السلوك بتاعت الكتلة كلها بالشكل ده هو. هاجي برضو على الكتلة التانية وهفك منها السلوك برضو نفس الوضع. بعد ما فكيت الكلبسة من الكتلة القديمة، هاجي هنا على الكلبسات بتوع الكتلة الجديدة، وهلاقي في كل كلبسة من دول في جفل فيه، هبدأ افتح الجفل ده بالظبط كده سن لفوق، مش عارف هو واضح معاكم كده ولا اهو. الجفل ده هبدأ في السلوك كله افتحه سن لفوق بالشكل ده عشان اول ما اركبه يمسك معايا. هنا برضو عندي الطرف الازرق بخط ابيض ده، ده طرف النور بيركب مع الكتلة التانية
بيركب هنا بكلبسة مع بعضيهم بيركبوا مع بعض. هنا الدنيا مختلفة في الضفيرة، هنا جاي الطرف اللي هو بني بخط هو اللي معمول في الكلبسة في الكتلة الجديدة. فاحنا هنقطع السلكين دول ونبدل الكلبسات مع بعض، يعني هنخلي الكلبسة العادية دي في الطرف بتاع النور الصغير، والكلبسة دي هنخليها في طرف النور الكبير. وصلتها كده بالشكل ده، يبقى دي الطرف اللي هي دي هتركب معانا في الطرف البني الأزرق بخط أبيض بتاع النور. الطرف ده بيجي من الكتلة، الطبقة التانية في الزرار بيوصل الكتلة الشمال، الكتلة الشمال بتطلعهولي في طرفين، طرف أبيض وطرف أزرق. هاجي هنا على الكلبسات دي تمام، وهاجي على الكلبسة بتاعتي وهمسك الضفيرة على الكلبسة بتاعت كتلة المرش. اهي الكلبسة دي، وطبعا الكلبسة دي هتلاقيها فيها سلك المرش اللي هو اصفر بخط احمر، دايما هتلاقيه موجود في الكلبسة دي. وهبدأ اجمع على نفس الالوان. بعد منه السلك بتاع حساس او بتاع مكنة الستوب اللي في الجدون فوق في مقبض الباكن الاخضر بخط اصفر. وبعد كده عند اخر حاجة سلك البطال هركبه هنا. بعد ما ركبته بالشكل ده اتاكد ان الكلبسات مظبوطين، كل كلبسة طالعة في مكانها مظبوط، مفيش واحدة رايحة على الناحية التانية. تمام كده يبقى احنا خلصنا الضفيرة قدام، باقي الجزء اللي ورا. هاجي معايا هنا على الجزء اللي ورا على سلوك لقة المرش، هلغي السلك اللي هو جاي من البطارية ده خالص. تمام ده كده منظر الضفيرة بعد ما لمناها وظبطنا كل حاجة مكانها. هنا ركبنا كلبسات بدل السلك كان مقطوع، وهنا لمينا السلك وظبطناه وركبنا كلبسات للاقط بتاع المرش بالشكل ده هو، بدل السلك اللي كان راكب مباشر. وركبنا الاكتفاير مكانه واللاقط مكانه وظبطنا البطارية. وهنا برضو لمينا الضفيرة بالشكل ده هو ودخلناها جوه الفانوس ولميناها وشغلنا المكنة شغالة معانا. طمنا على الأنوار، ولكن البطارية ضعيفة شوية فمش واضحة كويس، البطارية ضعيفة خالص لها فترة مشتغلتش فالمكنة مش واضحة، ولكن أنا اطمنت عليها البطارية تاني والضفيرة بيجت معانا عال 100 100. وده كان الفينش الأخير بتاع الضفيرة. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يارب يكون عجبكم واستفدتوا منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.